مدينة الرستان 19/3/2013. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا فيك. شايف كثر كركبي عندك ولمبات، على اساس نحن بنحن برستان صار اكثر من سنة الكهرباء ما هي موجودة. والله يا اخي بدنا نتعايش مع الوضع الحالي، كهرباء ما في ومي ما في واتصالات ما في، فشو بدنا نسوي؟ بدنا نتعايش. على بطارية الميتور عمال ينور البيوت كلها. شلون بالضبط يعني؟ نحن عمال نفكفك قداحات، عم نطالع منها الازرار تبعياتها، عم نطالع منها الازرار هالشكل بهالطريقة هاي من القداحة. نعم، عم نطالع منها الازرار وعم نوصلهم مع بعضين. هاي زرار الفيوزات يعني تكون هاي زرار قداحات، القداحة ما إلى زر. هذا الزر نحن العمال ننور فيه البيوت، عم نحصل فيه على إنارة للبيوت. شلون بالله بالضبط يعني؟ فرجينا الطريقة. نحن عم نجيب أربع زرار عمال نوصلهم مع بعضين بهالطريقة هاي. يعني نحن عندنا كل أربع زرار عم نوصلهم مع بعضين. بتشكل شلون يعني دارة هي؟ هي كل زر بياخد 3 فولت، يعني الأربعة مع بعضهم بده يشتغلن على 12، يعني 12 فولت مشان تتقسم بطارية الميتور. ايوه بهالشكل هاد، بهالشكل هاد مشان نحصل على إنارة. ايوه هيك بيشتغل. ايوه نحن وقت العمالي نحصل على مجموعة عم نسوي نيونات عم ننور فيها البيوت. يعني طبعا كله صناعة يدوية، طريقة يدوية.